فارماكولوجي اللي احنا بنقول عليها اللي هو ساينس وتش تيم وزدراج. لما بتكلم
كل شيء اللي هو علم الأدوية اللي هو العلم اللي بيتعامل مع علم الفارماكولوجي هو العلم اللي بيتعامل مع الأدوية. طب إيه هو الدواء؟ What is the drug؟ drugs ده بقول على drugs ده any chemical substance، أي chemical substance which can stimulate or inhibit existing cell function without creating new one. دي مهمة جدا جدا. يعني الدواء ده اللي أنا إيه هو الدواء؟ ده عبارة عن مادة كيميائية، المادة الكيميائية دي عندها قدرة إنها تزود نشاط الخلية أو تقلل نشاط الخلية، لكن ما تعملش وظيفة جديدة جوه الخلية زي ما هي بتشتغل. بنستعمل الدواء ده في إيه؟ الدواء أول حاجة استعمال الدواء كلنا فيري ايزي عارفين. لما أسأل أي واحد دواء بتستعمله فيه هيقول لي في التريتمنت، فعلاً الدراج يوز فور تريتمنت إحنا عارفينها. تاني حاجة ودي مهمة جدا إن إحنا وي كان يوز ذا دراج فور بريفنشن أوف ديزيز. أنا ممكن أستعمل الدواء مش بس كعلاج، لا كوقاية من الأمراض. تعالوا نشوف مع بعض اكزامبل على كده. تعالوا نشوف عندنا الفاكسينز التطعيمات دي ادويه. تعالوا نشوف بعض المضادات الحيويه بنستعملها فور بروفلاكسس اوف ديزيز في الوقايه من الامراض. تعالوا نشوف مع بعض حاجه اسمها المنجايتس. اذا كنا نسمع عن المنجايتس اللي هو الالتهاب السحاي لما بيحصل اوت بريكس للمنجايتس، بنروح ندي الناس نديهم سلفا برشام اسمه سلفا. السلفا ده كنوع من انواع الوقايه او مضاد حيوي اسمه ريفامبسين كنوع من انواع الوقايه من المرض ده. فالادويه ممكن نستعملها not only for treatment of disease but drugs can be used for prevention of disease. At the same time drugs can be used for diagnosis of disease. Diagnosis of disease احنا عندنا بعض الادويه نقدر نستعملها فور دايجنوز. تعالوا نتكلم على اكزامبل سهل قوي. تعالوا نشوف كده ان انا لما اجي اعمل فيلم اشعه بحقن صبغه، الصبغه دي دواء دايم، الصبغه دي دواء دي ريديو كونتراست ميديم تقدر تخليني اشوف المنظر قدامي. لا ده انا عندي بعض الادويه كمان اقدر استعملها في دايجنوز والديزيز. لما نيجي ندرس الاوتونوميك ان شاء الله وهناخد ديزيز اسمه مايسينيا جريفز. مايسينيا جريفز دي نوع من انواع الامراض اللي بتصيب الجهاز العضلي، في منها فرايتيز. في عندنا بعض الادويه مش عايزين نسمع الاحداث، بنستعمل الدواء نديه للعيان يقدر يشخص لي ده انهي نوع. تعالوا نشوف عندنا الانجينا. تسمع الانجينا اللي هي عندنا اللي هي الازمه القلبيه. الانجينا في منها فرايتيز، في عندنا كذا نوع من الانجينا. وي كان ديفرنشيت بتوين تايبس عندنا بعض الادويه. يبقى الدواء نستعمله فور تريتمنت اوف ديزيز وذا كومن اللي احنا عارفينه، لكن انا ممكن استعمل الدواء زي ما انا بقول فور بريفنشن اوف ديزيز وذا الجول. مهم جدا 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 انا دوري كدكتور بريفنتف ميديسن. بريفنتف ميديسن ده مهم جدا، مش دوري ان انا بس اعالج، لا انا عندي دور مهم جدا، الدور الوقائي مهم جدا. يبقى لازم اعرف الادويه اللي ممكن استعملها كوقايه من الامراض. ثالث حاجه ممكن استعمل الادويه علشان خاطر اشخص الديزيز وده مهم جدا. تعالوا نشوف مع بعض. انا هدرس الفارماكولوجي. هدرس ايه؟ يعني ايه كلمه فارماكولوجي؟ لما اجي اسالك على اي دواء تعالوا نشوف اي دواء. لو كلمه دواء اسبرين، عارفين الاسبرين البنادول، اي دواء من الاسامي اللي احنا عارفينها ناخده كده وتعالى اقول لك ايه الدواء ده. يبقى عشان تتكلم على الدواء ده لازم تعرف حاجه اسمها فارماكوكاينتكس وتصرفها. ايه الكاينتكس؟ اول حاجه تعرفها لما اقول لك ايه الاسبرين تقول لي الكاينتكس بتاعته ايه؟ الكاينتكس اللي هي ايه؟ الكاينتكس وات ذا بادي داز تو ذا دراج. الجسم بيعمل ايه في الدواء؟ الكاينتكس اوف اسبرين دوت او الدواء اللي احنا اي دواء هنتكلم عليه اللي هو الجسم بيعمل ايه مع الدواء؟ يعني ايه بيعمل ايه؟ يعني الدواء ده لما انا اديه ويل تو جيف ذيس دراج. هاو ذيس دراج كان بي ابزورب. أول حاجة بعرفها الدواء ده هيبقى أبسوربت إزاي ومنين؟ لأن دي بتفرق من دواء لدواء. ممكن أدي دواء، الدواء نوت أبسوربت فروم ذا سايت أوف أدمنستريشن، يبقى أنا لازم أعرف كل دواء بيتاخد إزاي. أنا أقول الدواء ده بيتاخد أورا، أقول لك خلي بالك الدواء ده ما ينفعش يتاخد أورا. عندنا حاجة مهمة، بص ألاقي بعض البيشنت يجيب الأنبول بدل ما بناخده حقنة يقول طب أنا هكسره وأشربه. لو كان ينفع كده كنا عملناه سيرم. ليه؟ لان الدواء ده نوت ابزورب اورال. فمهم جدا اول حاجه اعرفها اللي هي الكاينتكس اوف ذا دراج. الكاينتكس تشمل ايه؟ اول حاجه تشمل الابزوربشن اوف دراجز. بعد تاني حاجه اعرفها
الديستريبيوشن الدواء ده هيروح فين؟ مهم جدا ان اعرف الدواء ده هيروح فين، لان انا عندي دواء ممكن يبقى له بيعدي البلان برين بارير ويبقى له سي ان اس افكت، يبقى لازم اعرف هيعمل ايه في الفايتال سنترز في البرين. عندي الدواء ممكن بيعدي البلاسنتال بارير وكان افكت فيتس، فلو واحده حامل يبقى لازم انا اعرف الدواء ده ممكن ياثر على الحمل ازاي. يبقى مهم جدا الديستريبيوشن، الدواء الديستريبيوتد وعمل الافكت بتاعه. طب هيحصل له ايه؟ الميتابوليزم بتاعه الدواء دون اللي انا اديته لازم يخرج من الجسم، عشان الدواء يخرج من الجسم لازم يحصل له ميتابوليزم. طب الميتابوليزم بتاعه ده ايه؟ فين؟ في الكبني، في الليفر، فين حته في الجسم لازم ابقى عارفها. ان انا ممكن ادي دواء انا عارف ان الدواء دون ميتابولايز مني في الليفر. طب انا عندي الدواء ده ميتابولايز في الليفر والعيان ده عنده امبيرد ليفر فانكشن، عنده الكبد بتاعه تعبان، يبقى انفع ادي الدواء ده؟ مش هينفع، يبقى ادور على بديل ليه بيحصل له ميتابوليزم في حته ثانيه. يبقى مهم جدا جدا ابقى انا عارف الجزئيه دي. بعد كده الدواء ده الاكسكريشن بتاعه لازم ابقى عارف اكسكريتد فين؟ في اليورين، في الاسطول، في الميلك. مهم قوي، انا ممكن اكتب دواء الدواء ده اكسكريتد في الميلك. طب اكسكريتد في الميلك زي البيشنت دي لاكتيتك، واحده ست لاكتيتك بترضع، يبقى انا لازم ابقى عارف الدواء ده لو الدواء دوت كان اكسكريتد في الميلك يبقى وي هاف تو افويد ذيس دراج. كوز ذيس دراج ويل افكت بيبي، ممكن يعمل لي مشكله. فمهم جدا جدا اما اتكلم على دواء لازم لو انا عارف الكلام ده يبقى انا كده اكسلنت، يبقى انا اعرف اي كان ديل ذا دراج اند اي كان سيلكت دراج فور ذا بيشنت. ده مهم جدا. تاني حاجه اكون عارفها، عرفت الكاينتكس اوف دراجز. تاني حاجه اعرفها حاجه اسمها فارماكو داينامكس. فارماكو داينامكس انا هتكلم بالتفصيل دلوقتي على الكلام ده. احنا ماشيين زي الكتاب بالظبط، ده الكتاب بتاعنا، الكتاب بتاع الاسم بتاعنا. الكتاب الامتحان بتاعنا بيجي من، يعني مش عايزين الدنيا تبقى ملخبطه، الكتاب بيجي الامتحان بيجي لو سالت زمايلكم بتوع الدور التاني اللي حاطط لهم الامتحان. الامتحان عباره عن اسئله دايركت بالعناوين بتاعت الهيدنج بتاعت المواضيع بتاعتنا، خدها بقت سؤال. دي مهمه جدا الام سي كيو من الكتاب، لانك انت لو عملت تريننج من كتاب الام سي كيو انا مش عايز منك غير انك تعرف تحل. احنا مش بنخش في معركه اسئله في الموضوع، المفروض ان انا جاست ان انا بختبر انك انت حصلت المعلومه، هو ده اللي يهمني، مش ان انا ادور على حاجات سوفيستيكيتد يعني تبقى الدنيا تلخبط فيها. فاحنا ماشيين بالترتيب زي ما احنا كده. وتاني حاجه عندنا تبقى عارفها في الدواء حاجه اسمها الفارماكو داينامكس. فارماكو داينامكس يعني ايه فارماكو داينامكس؟ انا الاول قلت الفارماكو كاينتكس، تاني حاجه اعرفها الفارماكو داينامكس. الداينامكس اوف ذا دراج اللي هو الدواء هيعمل ايه في الجسم بقى؟ انا في الاول اتكلمت على الكاينتكس اللي هي الجسم هيعمل ايه في الدواء. طب الدواء خدته هيعمل ايه في الجسم؟ اللي هو بتكلم على الداينامكس اللي هو اكشن اوف ذا دراج وميكانيزم اوف اكشن اوف ذا دراج لازم اكون عارفه. مهم اعرف الاكشن اوف ذا دراج ليه؟ لان انا تعالوا نشوف مع بعض، لازم ابقى عارف الاكشن كله. تعالوا نشوف مع بعض، انا واحد عنده رينال كوليك، عارفين يعني ايه رينال كوليك؟ طبعا رينال كوليك اللي هو المغص الكلوي. فيري سيمبل، عندي دواء سهل جدا لعلاج المغص، اي نوع من انواع المغص زي الاتروبين، اسمه عن الاتروبين، الاتروبين دريفتنس زي دواء شهير اسمه الباسكولار. طيب بمنتهى السهوله انا عارف ان الدواء دوت بيعمل ريلاكسيشن للسموس ماسل، هاخده هيريليف الكوليك اللي موجود. لكن من ضمن الاكشن بتاع الدواء ده بيعمل تاكي كارديا، بيزود اضطرابات القلب. يبقى انا لازم انا عارف وانا بديه ان العيان ده ما عندوش مشكله في القلب. فمهم جدا اعرف الاكشن بتاع الدواء كله، مش بس اللي انا هستعمله. الدواء ده بيعمل 1 2 3 4، انا هستعمل الدواء ده عشان الاكشن 2 و3 فهيقفل، وتيك كير لو كان بيعمل اكشن تاني ممكن ده يضر العيان ولا ما يضرهوش. مهم جدا. فارماكو ثيرابيوتكس بقى اعرف الفارماكو ثيرابيوتكس اللي هو ايه؟ اللي هو الدواء حد منه قد ايه؟ انا اخترت الدواء، عرفت الدواء بيتاخد ازاي وبيتوزع فين وبيخرج ازاي من الجسم، بيعمل ايه في الجسم؟ طب انا هختار الدواء اختار على اساس ايه؟ اخترت الدواء حد منه قد ايه؟ الدوز بتاعته هتكون شكلها ايه؟ حد الدواء ده هيتاخد اورال ولا يتاخد انجكشن؟ الدواء دوت هيتاخد سيرب ولا يتاخد تابلت ولا كبسول؟ يبقى لازم اعرف انا الفارماكو ثيرابيوتكس مهم. اخر حاجه اكون عارفها التوكسيستي اوف ذا دراج
مهم جدا ابقى عارف الدواء ده ايه الادفرس افكت بتاعه، ايه المشاكل بتاعته اللي ممكن يعملها للعيان. تعالوا نشوف الفارماكوكاينتكس اللي احنا بنتكلم اتكلمنا ان جنرال. تعالوا نشوف بقى الكاينتكس والدراجز دي هي عباره عن ايه. زي ما احنا شايفين كده الفارماكوكاينتكس اللي هو ستادي اوف ابزوربشن اوف دراجز. بعد الدواء ما يبقى ابزوربنت هيروح فين؟ زي ما انا قلت الكاينتكس وات ذا بادي داز تو ذا دراج. الجسم بيعمل ايه في الدواء؟ اول حاجه الجسم بيمتص الدواء، بيمتص الدواء بعد كده يحصل له بعد الابزوربشن يحصل له ديستريبيوشن، بعد الديستريبيوشن اتوزع راح للديفرنت ارياز اوف البودي عمل الاكشن بتاعه. يبقى الدواء دوت شود بي ريدي تو بي اكسكريتد. ازاي الدواء يبقى يحصل له اكسكريشن زي ما انا اتكلمت قلت يحصل له ميتابوليزم بعد كده يحصل اكسكريشن. ده الفارماكوكاينتكس. الفارماكوداينامكس زي ما انا كنت بتكلم اللي انا هستدي ايه بقى؟ هستدي اكشن اوف ذا دراج اند ميكانيزم اوف اكشن اوف ذا دراج. مهم جدا جدا ابقى انا عارف الاكشن اوف ذا دراج اند ميكانيزم اوف اكشن اوف ذا دراج. ابقى انا عارف الاثنين. الاكشن اوف ذا دراج اعرف كل الدواء، الدواء بيعمل كل حاجه، بيعمل ايه؟ 1 2 3 4 ولازم ابقى عارف الميكانيزم اوف اكشن. طب الميكانيزم اوف اكشن مهم؟ مهم جدا بالنسبه لي لان الميكانيزم اوف اكشن هيبين لي السب سيلولر افكت اوف ذا دراج. الدواء ده بيعمل ايه جوه الخليه؟ هل ده مهم؟ مهم ان انا اعرف ايه بيعمل ايه جوه الخليه؟ ما خلاص ما انا مهم اعرف ان الدواء ده بيزود ضربات القلب وبيحرك الامعاء وبيضيق الحلق، شويه الاكشن بتاعته انا عرفتها. طب انا اعرف الميكانيزم بيشتغل ازاي؟ ليه؟ لان دواء يعتمد على ايه؟ يعتمد على السيل فانكشن. انا ممكن ادي دواء يعالج الديزيز لكن ياثر على الخليه ويبدا يافكت الخليه يحصل لها الخليه ممكن يحصل لها رابيد ديجنريشن وات ايفر. يبقى انا مهم جدا اعرف الميكانيزم اوف اكشن اوف دراج. مهم جدا الفارماكوثيرابيوتكس اللي هو سيلكشن اوف ذا دراج اللي انا كنت بتكلم عليه ويوزز اوف ذا دراج اللي احنا اتكلمنا عليها. الفارماكوثيرابيوتكس انك انت تعرف تختار انهي دواء. في عندي فرايتس اوف ذا دراج زي ما انا اتكلمت وعي ادويه الضغط. تدخل الصيدليه تلاقي سيبتورز مليان ادويه ضغط، بنختار منهم انهي واحد. الدواء ده سيوتبل للعيان ده وما ينفعش العيان الثاني. هو ده المهم بالنسبه لنا. يوزز اوف ذا دراج انا بدي الدواء دوت الصبح ولا بالليل، قبل الاكل ولا بعد الاكل. في بعض الادويه اقول للعيان تاخد الدواء دوت قبل ما تنام. طب ليه ما ياخدوش بالنهار؟ لان الدواء ده بيعمل ايه؟ بيعمل دراوزنس، بيعمل دروخه. طب انا لو اديت الدواء ده للعيان الصبح وهو خارج اتوقع ان هو رايح شغل ممكن يحصل مشكله، مش كده ولا ايه؟ فانا اقول له خده قبل ما تنام. عند بعض الادويه لما بديها ادويه الضغط بتعمل باس دايلتيشن، باس دايلتيشن توسع الاوعيه الدمويه وممكن تعمل بوتشرال هايبوتنشن. عارفين يعني ايه بوتشرال هايبوتنشن؟ ان هو اللي بيحصل لواحد سنه فالاتاك هو لو كان قاعد ليه يقع. طب الدواء ده اقول للعيان ايه؟ خده قبل ما تنام، ات بيت تايم وانت قاعد على السرير خد الحبايه ونام علشان ما يحصلكش الحكايه دي، على ما تصحى الصبح تبقى كويس. فهو ده اللي انا بتكلم عليه فارماكوثيرابيوتكس. تعالوا بعد كده اللي هو التوكسيكولوجي بقى اللي هو ستادي اوف ذا ادفرس افكت اوف ذا دراج على الهيومن. الادفرس افكت ممكن تبقى مايلد مودريت وسيفير. المايلد ممكن اقبلها عندي دواء الدواء ده بينشف الريق شويه، اقول للعيان معلش انت هتاخد الدواء دوت هينشف ريقك شويه هيستحمل. الادفرس افكت لو زادت يبقى لازم اخد بالي، لو كانت سفير يبقى هاف تو افورد الدواء دوت. مهم جدا. عند بعض الادويه ليها اكيوت توكسيستي وادويه ليها كرونيك توكسيستي يبقى لازم اخد بالي لو كان الدواء ده ليه كرونيك توكسيستي. كرونيك توكسيستي زي ايه؟ هيدي مثال سهل قوي زي الادكشن. الادكشن ده نوع من انواع كرونيك توكسيستي. في بعض الادويه انا لما بديها العيان يتعود عليها يبقى ينفع الدواء ده. ادي دواء عشان يعالج ديزيز ابص الاقي العيان بعد ما يخف ما يقدرش يستغنى عن الدواء، يبقى لازم اخد بالي من الموضوع. طيب عرفت شويه الديفينيشنز دي. طب ايه الجول اوف فيزيشن؟ ايه الدور بتاع انا كدكتور اللي هو ايه بقى؟ و هاف تو سيلكت ادكوت دوز ادكوت تايم اوف ذا دراج عشان ايه؟ ريديوس الديزاير افكت اللي انا عايزه، الديزاير ريسبونس ويز مينيمال اور نو ادفيرس افكت. يبقى انا دوري كفيزيشن ان انا بختار الدواء، بختار الجرعه بتاعت
مهم جدا جدا عشان تبرديوس الايه الديزايرد ريسبونس اللي انا عايزه. عيان عندي عنده تاكيكارديا، ضربات قلبه سريعه، طب انا هديله ايه؟ يبقى اختار دواء من الادويه اللي بتقلل ضربات القلب وما يتعرضش على مع وظائف ثانيه في الجسم او ما يتعرضش مع امراض ثانيه في الجسم. دي نمره واحد. نمره اتنين، اختار الجرعه اللي تقلل ضربات القلب ترجعها طبيعي، لان انا ممكن الجرعه لو زادت بدل عادي ما كان عنده تاكيكارديا يبقى عنده ايه؟ براديكاردي، ضربات قلبه تقل عن الطبيعي. يبقى مهم جدا دوري، اخترت الدواء، اخترت الجرعه، مهم جدا عشان اجيب الايفكت اللي انا عايزه، ومهم جدا with no or minimal adverse effect. مهم جدا. طيب نعرف حاجه مهمه النهارده، احنا بنتكلم على انتروداكشن في الفارماكولوجي، الجنرال فارماكولوجي. انا بادئ معاكم النهارده ان شاء الله الدكتور عبد الفتاح مرعي يبدا يكمل معاكم، وانا بادئ معاكم الانتروداكشن، هيكمل معاكم باذن الله الجزء بتاع الجنرال من الاسبوع الجاي باذن الله. تعالوا نشوف مع بعض. Most of the drug prescribed for sale by ايه؟ معظم الادويه، خلينا نتكلم الكلام اللي هو مهم جدا، معظم الادويه should be prescribed by prescription. by prescription يعني ايه؟ بوصفه طبيه اللي هي الروشته، الروشته دي اللي هي الوصفه الطبيه، لازم الادويه تبقى موجوده على وصفه طبيه، لان زي ما انا بقول انا عندي واحد عنده كحه، حاجه بسيطه برد، تعالوا نشوف البرد كده، انا صاحب النوم، عندي عطسه، عندي رشح، اروح الصيدليه اقول له اديني دواء من ادويه البرد. أدوية البرد في منها برايتس، الرف مليان أدوية البرد، اختار واحد وادهولي. أنفورشنتلي كده من حظ النحس إن الدواء دون من الأدوية اللي بتعمل باس كونستريكشن، انقباض في الأوعية الدموية عشان تقلل الرشح. حلو قوي، أنا خدت الدواء تمام، اتحسنت، الرشح قل، مشيت ورحت شغلي، لكن أنا ناسي إن أنا عيان هايبرتنسيف بيشنت، هو اللي موجود واداني الدواء ده وما يعرفش الكلام دون. فالدواء ده على اخر النهار عمل باسكو ريستريكشن، رفع ضغط العيان، نبص بقى العيان دخل في هايبر تنشن، ممكن هايبر تنسيف كرايسس، ممكن يجي له مشكله. فمهم جدا جدا زي ما انا بقول ان الادويه شود بي بريسكرايب باي بريسكريبشن بريسكريبشن، لازم اروح للدكتور للطبيب يوصف لي الدواء. يبقى موست اوف ذا دراج شود بي بريسكرايب باي بريسكريبشن اونلي. الكلام يعني احنا عندنا العكس بيحصل، معظم الادويه بتتباع لوحدها، واللي في الروشته ده يعني لما كنا خلاص بنفطس نروح بقى عشان يكتب لنا، لكن هو اللي المفروض اللوجيك احنا عندنا ابيوز وصدرك. لما ندرس كده الادويه عندنا، وده مشكله ثقافه الدواء دي مهمه جدا جدا، احنا مهم جدا ناخد بالنا من الموضوع ده. الابيوز وصدرك ده اسوء حاجه في الدنيا. تعالوا انا مش عايز اشتتكم بس في حاجات مهمة بتقلق الواحد، احنا كشعب عندنا ثقافة في بعض الحاجات، دايما بنحتفظ بكل حاجة فيها كراكيب، ما بنرميش حاجة، يا إما فوق الدولاب، يا إما تحت السرير، يا إما فوق السطوح، وات ايفر. فمن ضمن الثقافة دي اللي عندنا ثقافة عدم التخلص من الأدوية، أنا جبت دواء وأحتفظ بيه وأحطه عندي، أبص ألاقي عندي في الآخر على مدى الوقت عندي كده درج مليان أدوية أخذ منها على مزاجي، مش ده الصح أبداً. الصح ما أخدش دواء إلا لما يكون الدكتور كاتبهولي، أنا عندي برد النهارده، ممكن بعد أسبوعين ثلاثة حد من 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 من, من, من الأسرة يكون عنده برد، يجي ياخد الدواء دون يعمل له سايد إفكت، لأن الدواء ده الدكتور كان كاتبه ليا أنا، ما ينفعش غير. مهم جداً نشوف الكلام دون، وتعالوا يعني ناخد مثال بسيط جداً في الأطفال. انا بشتغل الاطفال، فانت اشوف مثلا طفل عنده شيست انفكشن من المضادات الحيويه اللي بتتكتب، حاجه اسمها الماينوجلايكوسايدز، نوع من انواع المضادات الحيويه، مهم جدا في علاج الشيست والرينال انفكشن. كتبنا للعيان، الام جابت الدواء، الطفل خف كويس جدا جدا. طيب الحمد لله، احنا كنا كاتبين علبه بقى منها شريط، شالته الطفل ده، تعب بعد اسبوعين تاني، طب ما نجيب الدواء ناخده اتحسن، بعد شويه راح التعب تاني اتحسن، ثلاث اربع مرات خدهم يمكن في خلال الشتويه
الفترة اللي بيجي فيها الشيست انفكشن. خلاص والدنيا حلوة وريحنا دماغنا من الدكتور اللي بياخد مننا الكشف ده مش لازمة، وأنا عندي الدواء وبيجيب النتيجة، الدنيا كويسة الحمد لله. الطفل ده كبر، راح المدرسة، راح المدرسة بس في المدرسة لو بيستدعي ولي الأمر الطفل ده مش منتبه، واضح إن قدراته الذهنية محدودة، خدوا الطفل انشفوا عليه لقوا عنده امبيرمنت اوف هيرنج، الطفل مش بيسمعش كويس، قاعد في الكلاس مش بيسمع، مش متابع مع الـ مع الـ مع العمليه التعليميه اللي هو فيها، فيتقال عليه ان هو عنده قدرات ذهنيه محدوده، فيقولوا لا ده عنده تاثير في العصب السمعي وما بيسمعش كويس، ده لازم نعمل له سماعه. فالام تقول لا حول ولا قوه الا بالله، طبعا الحمد لله على كل شيء، ده هو يعني قدر الله ده هو موجود كده، لا هو ما كانش موجود كده، ده الدواء اللي انا قررته، انت الدواء دوت لو اتاخد اكتر من مره في الطفل بيعمل ايه؟ بيعمل افكت على الاتس كرينيال نيرف على العصب السمعي، بيقلل القدره على السمع في الاطفال. فمهم جدا ابدي مثال، مثال بسيط، احنا عندنا امثله كتيره جدا للابيوز والمزدرجه. فمهم جدا ان انا الدواء، عايز اوصل لنقطه مهمه، مهم جدا البريسكريبشن اتليست اي هاف تو ايه، ان انا اسال الدكتور حتى اساله تليفونيا، مهم جدا قبل ما ادي الدواء. يبقى الادويه معظمها لازم تتاخد باي بريسكريبشن اونلي. في نوع تاني بقى اللي هي الادويه اللي هي البوتوسيل اللي بيكون عليها اللي اسمها اوفر كاونتر دراج، اللي هي بوتوسيل اوفر كاونتر دراج. زي ايه؟ زي دواء السخونيه مثلا، انتي بايريتك، زي دواء للصداع، زي النزل دي كونجستنت، النقط اللي بنحطها في البرد دي كلها اسمها بوتوسيل دراجز، هي دي اللي ممكن نشتريها مسموح بيها لحد ما. اخر حاجه في الانواع دي حاجه اسمها اورفان دراجز. اورفان دراجز دي ادويه رير جدا، دواء سيلكتد لديزيز معين، معمول لواحد، بيتعمل عندنا بالكومبتنت دي ان اي تكنولوجي، تكنولوجيا عاليه جدا، زي الادويه اللي بتستعمل في علاج الهيموفيليا لما بيكون في نقص في نوع من انواع الفاكتورز بتاعت الكوجنيشن فاكتور. دي الاورفان دراجز، بنقول عليها اورفان دراجز لان دواء الريد ما بيستعملش ان جنرال، يعني ما اروحش الاقيه في الصيدليه، بيتوصف دواء بيتوصف في واحد، هو ده الاورفان دراجز. طيب نتكلم في الانترودكشن، نكمل الانترودكشن عشان نبقى فاهمين لما نيجي نتكلم. انت تعاملك كدكتور كله مع الدواء، مفيش دكتور مش ماسك في ايده دفتر روشته، وات ايفر الدكتور ده بتاع ايه؟ حتى دكتور التخدير، دكتور التخدير بيبقى معاه دفتر روشتات بيكتب فيه الادويه اللي هيستعملها في البري انستيزيا والبوست انستيزيا عشان البيشنت يجيبها. فمهم جدا علم الفارماكولوجي ده، مفيش طبيب ما بيستعملش الدواء، فمهم نبقى فاهمين كل حاجه. الدواء ده بنسميه ازاي؟ عندنا ثلاث انواع من التسميه للدواء. تعالوا نشوف مع بعض احنا المفروض نعرف ايه. اول حاجه الدواء لما يجي نعمله بيتسمى كيميكال ستراكشر بتاعه. الدواء ده الكيميكال ستراكشر بتاعه ايه؟ زي ايه؟ زي الاسبرين مثلا، ده استايل سالسيليك اسيد. لما جم يعملوا الاسبرين جابوا ماده كيميائيه، الماده الكيميائيه دي اسمها استايل سالسيليك اسيد. البنادول اللي احنا بنستعمله لما جابوا يستعملوه كان اسمه بارا امينو اسيتوبينيفين، ده التركيب الكيميائي بتاعه. طيب بعد ما جبنا التركيب الكيميائي، الشركه اللي عملته او اللي بداوا يعملوا المجموعه اللي بدات تشتغل فيه ادوا له اسم. الاسم ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجينيريك نيم. الجينيريك نيم ده بتاع الناس اللي كانت قاعده تخترع الدواء ده في المعمل. بعد ما الاول الكيميكال ستراكشر عرفوه راحوا مسمينه اسم. الاسم ده يمكن يكون قريب من الكيميكال ستراكشر وات ايفر، المهم راحوا مسمينه او اكوردنج للميكانيزم اوف اكشن. يعني عندي دواء بيقفل ريسبتور نسميه حاجه قريبه من نوع الريسبتور، بيقفل الشانل نسميه حاجه قريبه منها، وات ايفر. الناس اللي بيعملوا الدواء ده سموا الدواء دوت اللي هو اسمه بقى الجينيريك نيم. الجينيريك نيم ده اللي احنا المفروض نحفظه كلنا في انحاء العالم، فكاطباء بنتكلم لغه واحده. اللغه دي اللي هي الجينيريك نيم. انا دكتور متخرج من كليه طب القصر العيني عارف الجينيريك نيمز اوف ذا دراج. لو رحت اشتغلت في كوالالمبور ولا اشتغلت في الهند ولا اشتغلت في
يو اس اي ولا في اي دوله، هو الجينيريك نيم اللي انا اتعلمته هنا هو اللي هلاقيه في الدوله دي. فانا مهم جدا جدا بالنسبه لي ان انا اعرف الجينيريك نيم. انا لما اجي اسالك واحاسبك في اي مكان في الدنيا هعرف اسالك على الجينيريك نيم. لما تيجي تعمل بريسكريبشن وتكتب، لو انت في حته ومش عارف اسامي الادويه التجاري بتكتب الجينيريك نيم، ما تكتبش اللي هو بعد كده التريد نيم. التريد نيم بقى بتاع مين؟ اللي هو البروبريتوري نيم اللي هو بتاع الشركه اللي ليها حق ملكيه او الشركه اللي بتنتج اسم تجاري. ده تريد نيم اللي هو الاسم التجاري. زي ما احنا شايفين هناخد مثال شهير لدواء كلنا بنستعمله اللي هو دواء خفض الحراره مستعمل للصداع اللي هو الباراسيتامول. ده الاسم الجينيريك اللي احنا نحفظه. اديكم مثال اسم الجينيريك هنحفظه كلنا حافظين اللي اسمه باراسيتامول. لكن في واحد يقول لك ايه؟ انا عندي صداع خدت بنادول. فراح ردد عليه زميله وقال له ايه؟ يا عم ده البنادول ايه؟ خد بنادول. لا سيبك منه خد بارامول. ها؟ فواحد رد عليه قال له يا عم بارامول ايه؟ ده انا هاخد ستان. هما الثلاثه وعين. الثلاثه هما الباراسيتامول. بس دي شركات مختلفة اللي احنا بنقول عليه تريد نيم. يبقى انا لما اجي اعرف كطبيب هعرف كبتعلم طب بعرف الجينيريك نيم. لما اتخرج واجي اشتغل في بقى مش براكتسايز الطب والرسوم والكلام دوت بيبقى عندي كتاب صغير كده اسمه اندكس ميديكاس بيجيبهولي او اشتريه. الكتاب دوت فيه الاسامي التجارية بتاعت المكان اللي انا شغال فيه. ليه؟ لان المادة اللي هي اللي عندنا اللي هو الباراسيتامول اللي احنا بنتكلم عليه ده مصر بتنتجه باسامي. الدوائية اللي هي الشركة الدوائية اللي في الأردن عندنا موجود منه بتنتجه بأسامي. السعودية بتنتجه بأسامي. أمريكا بتنتجه بأسامي. تايلينور ها؟ في عندنا كل حتة. فأنا مش هحفظ الأسامي التجارية بتاعت العالم بحال، لكن الاسم العلمي اللي هو الجينيريك نيم ده اللي المفروض أعرفه. بعد كده أكوردنج للأريا اللي أنا فيها بحفظ الأسامي التجارية بعرفها مع الممارسة الأسامي التجارية. لو الدنيا اتعصرت معايا بكتب الاسم الجينيريك. ده في بعض دلوقتي عندنا حاجه كده اسمها كلينيكال فارماسي. الكلينيكال فارماسي دي لو احنا بنمشي على الرولز الجديده بيبقى في سيكتورز موجود. انا بكتب الدواء الجينيريك نيم بيروح الديسبنسر في الصيدليه بيشوف الجينيريك نيم، يبدا يشوف الافيلابيليتي بالنسبة للي موجود حسب اللي موجود عنده. لأن في عندي حاجة اسمها مهمة جدا، حاجة اسمها فارماكو اكنومكس. فارماكو اكنومكس اللي هو يعني ايه فارماكو اكنومكس؟ يعني اللي هو بتشوف الناحية الطبية علاقتها بالناحية الاقتصادية. يعني ناخد مثال، أنا عندي دواء في منه ثلاث أربع أنواع هو نفس الدواء. في دواء مستورد ثمنه 100 جنيه، في منه مصنع محلي ثمنه 10 جنيه. حسب الحالة دي جزء مهم جدا. أنا بكتب إن أنا في بعض الأحيان لازم أبقى فاهم سيكولوجية المريض واختياري للدواء مهم جدا، الحالة الاقتصادية مهم جدا. فالمهم زي ما أنا بقول يهمني جدا أبقى أنا عارف الجينيريك نيم بعد كده أعرف الأجزاء التانية. تعالوا نشوف مع بعض بقى السورس اوف دراجز. ايه السورس اوف دراجز؟ بنجيب الادويه منين؟ عندنا السورس اوف دراج ديفرنت سورس اوف دراج. تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجه عندنا الانيمال سورس. ممكن نجيب الادويه منين؟ عندنا حاجات لازم تتاخد من الانيمالز مش موجوده. يا جماعه اللي ورا سامعني؟ طيب كويس. حاجات موجوده لازم اخدها من الانيمالز. ليه؟ لانها حاجات مهمه معرفش اصنعها الا لو كان في الطب. لما الدنيا بتتقدم بنبدا نعمل تصنيع اللي هو الهيومن، ده التكنولوجي الجديد. لكن كنا زي ايه؟ زي تعال ناخد مثال زي الانسولين. لفتره قريبه من 15 سنه كده الانسولين كنا بنجيبه منين؟ الانسولين ده موجود في البنكرياس في البيتا سيل ولا في البنكرياس. طب انا عشان ادي عيان عنده دايابيتس ومحتاج انسولين اجيب له انسولين منين؟ فكان عندنا اقرب انسولين موجود في الحيوانات الانسولين بتاع البيبس بتاع الخنزير. كنا بنحضره من البيبس.
الناس. الدنيا اتطورت وبعدين حاجه اسمها هيومن انسولين. دلوقتي عندنا الهيبرين، الهيبرين اللي هو صلفيت الجلوكوبوليسكرايدز ده موجود فين؟ زي ما احنا شايفين كده موجود في اللنج، موجود في المصل بتاعت اللنج، وبناخد اللنج بتاعت الحيوانات ونقدر نصنع منها او نستخلص منها الهيبرين. يبقى عندنا اكزامبل انيمالز الانسولين والهيبرين. البلانت سورس بقى مهم جدا. معظم الادويه بناخدها من البلانت سورس. البلانت سورس مهم جدا، وعندنا المثال زي الاتروبين بناخده من نبات اسمه الاتروبا بلاتوما. ده نبات بناخد منه التشوكس، بناخده من الديجيتاليز ليف. عندنا لو قعدنا نعد النباتات اللي بناخد منها الادويه كتيره جدا جدا. احنا بناخد بعض الادويه من المايكرو اورجانيزم زي المثال الشهير البنسلين. البنسلين بناخده من فنجس اسمه بنسلين، ده اللي بيطلع لنا ماده البنسلين اللي هو من اشهر واول مضاد حيوي ديسكفر. الدنيا اتطورت، بدانا نصنع الادويه، بقى في سنسيتك موجوده في المصانع دلوقتي. السنسيتك عملت لنا ايه؟ ادتنا مساحه ان احنا نقدر نعمل موديوليشن او موديفيكيشن في الكيميكال ستراكشر بتاع الدواء. انا عندي دواء زي الدواء دوت زي الهيبرين كده اللي كنا اللي احنا بناخده من اللنج. الدواء ده بيبقى داخل فيه شويه حاجات ثانيه اللي بناخده من المص السلم ما يبقاش لوحده. فلقينا ان انا ممكن اخد اصنع ماده كيميائيه زي الهيبرين دي بالظبط. شفت الكيميكال ستراكشر بتاعه، قعدنا نرسم الموليكولز في المعمل، رسموها صنعوها كيميكال، فخدوا الحاجه اللي هي الاكتف انجريدينت اللي هي بتعمل افكت على، احنا عارفين الهيبرين مش كده؟ ده انتي كواجلنت، الدواء بيمنع تجلط الدم. فخدوا الحته اللي هي بتمنع التجلط وما خدوش بقيه المركب اللي ممكن يعمل بعض الاعراض الجانبيه اللي لما نيجي ندرسها هنعرفها. فهو ده مهم جدا اللي هو السنسيتك فورم، ده من الحاجات المهمه. بعض الادويه بناخدها من المينرال سورس زي الايرن زي الايودين، ده مينرال سورس. بعدها بنعمله بقى، هو ده بقى التكنولوجي الجديد اللي هو البايو تكنولوجي. البايو تكنولوجي ده اللي فتح لنا افاق في علم الادويه اللي انا اقدر اعمل هيومن. انا كان زمان عندي مشكله خطيره جدا. تعالوا ناخد مثال قريب مننا، الانسولين. الانسولين ده دواء بيستعمل في علاج الديابيتس. كان العيان الديابيتك ده عنده مشكله خطيره. اول ما يقولوا له ده انت مش نافع معاك الادويه هتديك انسولين، يتعقد. ليه؟ لان الانسولين ده متاخد من الانيمال. الانيمال يعني ايه؟ الانسولين ده عباره عن ايه؟ بوليبيبتايد. يعني ايه بوليبيبتايد؟ يعني بروتين النيتشر. بوليبيبتايد ده بروتين النيتشر. طب انا بدي انيمال بروتين للهيومن، اتوقع بعد فتره الجسم هيكون انتي بادي اجينست ذيس بروتين، ويبدا الجسم يتعامل مع الانسولين انا بديه ده كفورم بروتين وينفذه، ويبقى الانسولين ما يجيبش نتيجه. فالعيان كان بيخاف من ايه؟ يقول لك ده نعرف الفلان اخذ الانسولين بعد 3 4 سنين ما بقاش يجيب نتيجه فراح المفعول، معناها ان هو لما وصل الانسولين دي النهايه بتاعته في العلاج. ودي كانت المشكله. الدنيا اتطورت وحصل طفره في الطب اللي هي البايو تكنولوجي، ان انا اقدر اصنع الهيومن انسولين. ازاي؟ ان انا باجي على الكروموسومز اللي عليه الجينز بتاع الانسولين، باخد دوت من الخليه بتاعت البيتا سيل والبنكرياس، واخد الجين اللي بيعمل الانسولين دوت واعمل له كات واعمل له بيست على الكلام. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام بسيط، ده كلام معقد جدا جدا. اللي كات اند بيست تكنيك دي اعمل بيست واخد الحته دي والزقها على اليست مثلا، اتزق على الخميره، اتزق على خليه بتاعت اي حاجه ثانيه كده من الخلايا دي، فياخد الصفات الوراثيه بتاعت الانسولين اللي هو الهيومن ده، ويبدا يعمل لي انسولين زي البني ادمين بالظبط. الدنيا في الكلام سهله. التكنيك ده كان صعب جدا جدا، كان بياخد مكلف جدا جدا. اول ما بدا كان صعب ان احنا نقدر نمشي عليه، وكان الدواء ده مكلف وغالي جدا. لحد ما الدنيا بتتطور مع الزمن، بدات التكنولوجي دي بترخص وتقل، فبقى عندنا كل العيانين دايبيتك بيستعملوا اللي هو الهيومن انسولين دلوقتي، ما بقاش حد يستعمل الانيمال انسولين. فده عندنا البايو تكنولوجي، دي الطفره في صناعه الادويه.
طيب تعالوا كده بقى، كل ده بنتكلم انتروداكشن عشان نفهم احنا بنتكلم في ايه في علم الادويه، عمالين نلف من حواليه علشان نفهم. تعالوا بقى ندخل، احنا معانا دواء. الدواء ده اول حاجه لما كتبته وهاف ادمنستر ذا دراج، دراج ادمنستريشن، ان انا باخد الدواء. باخد الدواء ازاي؟ يا اما باخده اورال او باخده انجكشن وات ايفر او انهاليشن او باخده سولينجوال باي روت، هنتكلم على الروت ادمنستريشن. باخد الدواء ده، الدواء ده شود بي ابزوربت اند ريتش سيستميك سيركوليشن، عشان الدواء يوصل للحته اللي انا عايزها يبقى لازم الدواء دوت يوصل للسيستميك سيركوليشن. يوصل للسيستميك سيركوليشن يعني ايه؟ يوصل للدوره الدمويه بتاعتنا عشان يتوزع ويوصل للمكان اللي هيعمل فيه الاكشن بتاعه. الدواء دخل للسيستميك سيركوليشن، دخل للدم، بيلاقي البلازما بروتين. الادويه دي ليها افينيتي للبلازما بروتين، بتمسك في البلازما بروتين، بتمسك في البلازما بروتين دي حسب قدرتها. يبقى في جزء بتتكلم، هنتكلم الديتيلز عن الفاليو والصدراج للبلازما بروتين، لكن انا بتكلم دلوقتي عشان ادخل للمدخل بتاعي. بعضها بيمسك والبقى جزء فري. الفري دوت يقدر يعدي من الكابيلاريز بتاعت الميوكس فيبرين اللي في البلاد فيسلز ويدخل جوه التيشو، جوه التيشو يدخل عشان يعمل الاكشن بتاعه. بعد كده يحصل له ميتابوليزم، لما يحصل له ميتابوليزم يبقى ريدي تو بي اكسكريتد اوت سايد ذا بودي. يبقى دي عندنا الدواء ان جنرال، الحاجات اللي انا المفروض اعرفها عن الدواء. اول حاجه اعرفها الدواء ده اديته هاو ذيس دراج كان باس سيل ميمبرين عشان يحصل له ابسوربشن وعشان يخش جوه الخلايا. يبقى مهم جدا جدا ان انا اعرف الدواء ده بيعدي ازاي، لان بيعدي ازاي دي هتديني نقطه مهمه جدا. حد الدواء ده ازاي، الدواء ده هيعدي ازاي، يعتمد الدواء دوت هيعدي ازاي. هيعدي ازاي يبقى لازم انا اعرفه، لان انا عارف الدواء ده هيبقى ابسوربت منين وهيعدي ويدخل فين، مهم جدا. يبقى بس تشوف صدرك بروس السيل ميمبرين ده جزء مهم. الاجزاء اللي هي اللي بنتكلم عليها دي تبان في الاول ان هي اجزاء ضعف شويه، لكن دي من المدخل بتاعنا لو ما عرفناهاش مش هنبقى فاهمين. لازم ابقى فاهم، لو انا مش فاهم مش هعرف. يبقى هو مجرد ان انا بذاكر هنسى، لان انا مش فاهم. لو فاهم اؤكد لك انك انت هتلاقي الدنيا قدامك كلير. الفارماكولوجي لو مش مفهومه، الفارماكولوجي عايزه ايه؟ عايز تقراها تفهمها تحفظها. الفارماكولوجي بتبذل فيها مجهود، لان دي الماده اللي لا يمكن تنسى فيها كلمه لحد نهايه اجلنا في الطب. ليه؟ لان انا عمري ما هبطل كتابه ادويه. يعني انا ممكن اعرف معلومه في حته ثانيه في الطب مش هستفيد منها حسب التخصص بتاعي، لكن كدواء ما ينفعش. فالجزء البيزك ده لازم ابقى فاهمه كويس. لو فاهمه يبقى انا هعرف اتعامل مع العيان. يعني اديكم مثال، لو انا مش عارف الجزء البيزك ده ومش عارف الباسج اوف ذا دراج اكروس سيل ميمبرين والدواء ده ابسوربت منين، تعالوا كده انا بدي دواء العيان. لو انا مش عارف ان الدواء ده ممكن يبقى ابسوربت، الدواء ده بيبقى ابسوربت من الاستومك. طب العيان ده عنده جسر كانسر، اديته الدواء ده، ببص للعيان العيان جاله بورفريشن وبيبت كانسر، يبقى انا المفروض ابقى فاهم الدواء ده ابسوربت منين. العيان عنده مشكله في معدته، يبقى انا اي هاف تو افورد الدراجز اللي هي ابسوربت من الاستومك وادور على حته ثانيه. يبقى انا دي كل الكلام ده مهم جدا. زي ما بنقول ده الفرق بين الدكتور الشاطر والدكتور اللي اقل منه. ليه؟ لان ده فاهم وبيعرف يتعامل مع العيان. اداله دواء خففه ما عملوش مشاكل. انا ممكن ادي دواء العيان زي ما بقول جاي له عنده تاكي كارديا، اديله دواء يعالج ضربات القلب وقلبه بقى مستريح ويجي له بروكال ازمة كسايد افكت. فلازم ابقى انا فاهم العيان، باخد العيان كله على بعضه. عشان اخد العيان كله على بعضه لازم ابقى فاهم الكلام اللي انا بقوله. اعرف السيل ميمبرين عشان اعرف الدواء بيعدي ازاي من السيل ميمبرين. افتكر كده الكلام اللي اخدناه زمان في الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين.
السيل ميمبرين ده عباره عن ايه؟ بايو مولكيولر ليبيد شيت. بايو مولكيولر ليبيد شيت يعني في طبقه ليبيد من فوق ومن تحت في السيل ميمبرين، ان بتوين في بروتين مولكيولز بروتودنج بتوين زي ما احنا شايفين كده. ادي هنا ادي الحته الدوره ده الليبيد شيت وتحت الليبيد شيت وبينهم بروتين مولكيول زي ما احنا شايفينها. مهم جدا جدا لما انا شايف الكلام دوت ده الاستراكشر بتاعه، يبقى ده عندنا السيل ميمبرين في طبقه ليبيد من فوق وطبقه ليبيد من تحت، كل السيل ميمبرين بينهم بروتين. يبقى الدواء ده عشان يعدي السيل ميمبرين اتس بيتر ان الدواء ده يكون ليبيد سولوبل دراج. كل ما كان الدواء ليبيد سولوبل بيدوب في الليبيد يقدر يدوب في الليبيد اللي موجود عندي في السيل ميمبرين ويقدر يعدي. طب هو ده الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين؟ لا، ده السيل ميمبرين متكون من باي مولكيولر ليبيد شيت ويز بروتين مولكيولز اللي انا بتكلم عليها، وبينهم في سمول اكوا سبورز. سمول اكوا سبورز اللي هي الخروم اللي احنا شايفينها دي، الخروم اللي احنا شايفينها عباره عن خروم بولز صغيره خالص حجمها صغير جدا. الخروم دي تقدر تعدي البولز دي، تعدي الادويه اللي هي حجمها صغير جدا. لكن معظم الادويه بيكون حجمها اكبر من البولز دي. عندنا معظم الادويه بتعمل بس بولز بولز، لكن الادويه عشان تعدي لازم معظم الادويه تعدي سموم انها تدوب في السيل ميمبرين. يبقى لازم الادويه دي تكون، انا عرفت من الاستراكشر ده ان انا الدواء كل ما الدواء كان ليبت سولبل كل ما كان الدواء دوت يبقى ابسوربد واحسن. لو الدواء حجمه صغير المولكيولر سايز بتاعه قليل وصغير ممكن يعدي من البولز. وبعدين عند كده في حاجه اسمها تشانل في السيل ميمبرين، بوابات، ممكن الدواء يعدي من البوابات دي لما نيجي ندرس البوابات بتاع السيل ميمبرين. ادي الرسم الثاني توضيحي. ادي الووتر فيلد بولز دي ممكن تعدي، الادويه الصغيره جدا اللي حجمها صغير ممكن تعدي، ودي مجموعه قليله، لكن الادويه اللي كلها او معظمها لازم تدوب في السيل ميمبرين. بعض الادويه تعالوا كده نشوف مع بعض، بعض الادويه دي ممكن تبقى حجمها كبير ومش عارفه تدوب، فبتحصل حاجه اسمها كارير. الكارير ده اللي هو الحامل، الترانسبورتر ده عباره عن حاجه تمسك في الدواء تحوله لليبيد سولبل وتقدر تخش بيه من السيل ميمبرين. يبقى الدواء ده يا اما يكون ليبيد سولبل ويعدي من السيل ميمبرين ببساطة شديدة يدوب ويعدي. تاني حاجة عندنا الدواء ده ممكن يكون حجمه صغير يخش من الإخرام اللي موجودة البورس دي، أو الدواء يتشال على كارير اللي هو كارير ترانسبورت سيستم. طيب عرفنا الاستراكشر، ناخد بقى الأدوية بتعدي ازاي. أول حاجة عندي وده النقطة المهمة جدا، الدراج معظم الأدوية بتعدي باي باسيف ترانسفير. باسيف يعني إيه؟ باسيف سلبي. باسف يعني الدواء ده بيعدي ببساطة شديدة جدا زي موست اوف ذا دراج بتعدي باي باسف ترانسفير اللي هو السيمبل ديفيوجن. يعني ايه؟ يعني الدواء ده لا يحتاج انرجي ولا يحتاج كارير. يبقى انا لما باجي اسال واقول الكاركترز بتاعت السيمبل ديفيوجن، سيمبل ديفيوجن اوف ذا دراج اللي هو الباسف ترانسفير، ذير از نو كارير، ذير از نو انرجي. يبقى الدواء اللي انا بديه مش محتاج طاقة علشان يعدي من السيل ميمبرين. نمرة اتنين مش محتاج كارير حاجة تشيله، اللي هو الباسيف ترانسفير اللي هو فيه سيمبل ديفيوجن، سيمبل ديفيوجن اللي هو يعدي من السيل ميمبرين أو فلتريشن يعدي من الفورس اللي هي موجودة عندي. معظم الأدوية بتعدي باي سيمبل ديفيوجن، معظم الأدوية ليبيد سولبل بتدوب في طبقة في السيل ميمبرين طبقة الليبيد وتعدي باي سيمبل ديفيوجن وزود انرجي وزود كارير. لو هو حجمه صغير ممكن يعدي من البورز باي فلتريشن. طب تعالوا بقى لو لقيت ان الدواء ده حجمه اكبر او ما بيدوبش في الليبيد، فبنستعمل حاجه اسمها الدواء بيعمل حاجه اسمها سبيشاليز ترانسبورت. سبيشاليز ترانسبورت اللي هو فاسيليتيت الديفيوجن، ان انا الدواء يا اما يتشال على كارير حامل يشيله، او الدواء ده يحتاج انرجي طاقة تزقه، حاجة تزقه، طاقة تزقه عشان تعديه وتخليه يعدي جوه الخلية. أو يحصل له حاجة اسمها انفاجينيشن، يعني الدواء دوت بالطاقة يزق السيل ميمبرين يخرمه ويجي داخل جواه، اسمها الاندوسيتوزيس
اللي احنا هنتكلم عليها. يبقى انا عندي الميثود بيجي لنا سؤال الجزء ده مفيش امتحان مفيش سؤال على الباسج اوف ذا دراج اكروس ذا سيلفر بلين والابزوربشن اوف ذا دراج. ليه؟ لان انا لو ما عرفتش الابزوربشن بتاع الدواء يبقى انا ما عرفتش حاجه. الدواء اول حاجه لازم يبقى ابزورب، ده انا ممكن اكتب الدواء وما يبقاش ابزورب ولا كاني كتبت حاجه للعيان. يبقى انا بهكس والعيان ما استفادش حاجه. مهم جدا جدا ان انا عارف الابسوربشن كويس. تاني موست اوف ذا دراج باس باي باسيف ديفيوجن اللي هو السمبل ديفيوجن. There is no energy, there is no carrier. ببساطه شديده وهشرحها دلوقتي بالتفصيل. او يعدي من البورز من الاخرام برضه لا هيحتاج انرجي ولا كارير. ده السكه معديه مفتوحه قدامه وبيعدي. طب انا لقيت اديت الدواء، الدواء حجمه اكبر من البورز وما بيطبش في الليبل، يبقى محتاج ايه؟ يا اما كارير حاجه تشيله تخليه ليبل سولبل وتعديه، او انرجي تزقه طاقه تديله زقه تخليه يعدي من السلم البرين. ده المهم عندي. تعالوا بقى نتكلم على اهم حاجه في الابزوربشن. موست اوف ذا دراج ابزوربد باي سيمبل ديفيوجن. ده الموست امبورتنت زي ما بنقول اهم حاجه عندي اكون عارفها اللي هي السيمبل ديفيوجن. السمبل ديفيوجن ده الموست امبورتنت عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا الاستراكشر بتاع السيلم برين. في عندنا اكسترا سيلولار وانتر سيلولار والسيلم برين ما بينهم. تعالوا نشوف الادويه. ادي الادويه دراجز اللي هي دي دراجز، وادي الادويه انا اديتها واقفه على السطح بره. هتعمل ايه الادويه دي؟ الادويه دي اول حاجه في الكاركتر بتاعه السمبل ديفيوجن بيجي لك سؤال ممكن ام سي كيو يقول لك الكاركترز اوف ذا دراج باس باي سمبل ديفيوجن. لازم تبقى عارف اول حاجه تبقى عارفها ذا دراج باس ويز كونسنتريشن جريدينت. يبقى الاول حاجه اعرفها الونج كونسنتريشن جريدينت. يعني ايه الونج كونسنتريشن جريدينت؟ يعني من الاعلى للاقل تركيز. وانس ان التركيز بقى ايكوال يبقى الدواء مش هيعدي. يبقى اول حاجه السمبل ديفيوجن انا اديت الدواء، الدواء واقف على اطار الخليه من بره تركيزه بره عالي يقدر يعدي. يبقى دي اول حاجه عندي في الكاركتر بتاع السمبل السمبل ديفيوجن. اول حاجه ذا دراج باس الونج كونسنتريشن جريدينت. تاني حاجه ده بالكونسنتريشن جريدينت زق نفسه عدي. يبقى نو انرجي از ريكوايرد، نو كارير از ريكوايرد، نوت سترابل. طول ما الكونسنتريشن عالي الدواء يقدر يعدي والخليه تقدر تستوعب طالما الكونسنتريشن بره عالي. يبقى دي الكاركتر بتاعتي بتاعت السمبل ديفيوجن. يبقى اول حاجه دراج باس كونس دراج باس ويز كونسنتريشن جريدينت. نمره 2 الدواء مش محتاج انرجي، الدواء مش محتاج كارير، نوت ساتيرابل ما بيتحصلش ساتوريشن طالما ان التركيز موجود. طيب الكاركتر دي في كاركتر للدواء. ايه الكاركتر في الدواء دي؟ اللي هو بيعتمد على ايه بقى؟ الكونسنتريشن جريدينت اللي احنا قلناه. يبقى السيمبل ديفيوجن اعتمد على الكونسنتريشن جريدينت اللي انا اتكلمت عليه. الكونسنتريشن جريدينت ده موجود على طول كل ما ادي الدواء. الدواء بيحصل له ابزوربشن لان انا الدواء اول ما يخش جوه الخليه يعمل الاكشن بتاعه ويمشي، فيبقى التركيز دايما جوه اقل من بره، فالدواء كان بيه ابزوربد. ليه؟ لان الكونسنتريشن جريدينت ستيل اوتسايد اعلى من الانسايد، فالدواء يبقى ابزوربد. تاني حاجه علشان الدواء يعدي باي سمبل ديفيوجن كونسنتريشن جريدينت انا اتكلمت عليه، الدواء ده مش محتاج انرجي ولا محتاج كارير. يبقى الدواء ده شوف بي ليميت سولبل، لازم يدوب في طبقه الليميت. يبقى مهم جدا الليميت سولبلتي. الليميت سولبلتي مهمه جدا. انا لما اجي ادي دواء بقول الدواء ده الشركات بتنتج ادويه، عندي ثلاث اربع انواع من الادويه بيستعملوا في علاج الكحه. بقول الدواء ده احسن من ده، الدواء ده بيجيب نتيجه احسن. ليه؟ لان الدواء ده ابزوربد احسن فبيوصل احسن فيجيب تاثير احسن. يعتمد واحد من الفاكتورز المهمه جدا الليبت سوبيلتي. بقول الدواء ده هات الدواء ده ليه؟ لان الليبت سوبيلتي اعلى فيبقى الابزوربشن بتاعه احسن. يبقى الدواء دوت الابزوربشن بتاعه احسن. تعالوا نشوف الليبت سوبيلتي بتتميجر بايه؟
لمس الريت ميجر بحاجه اسمها ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن. انا لما اجي كطبيب اقول لك الليبيد سبيلت بتاعت الدواء ده 70%. يعني ايه 70% دي؟ اعرفها اللي هي اسمها ليبيد. اما اقول لك الليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن ومصدرات دي 70%، دي تعني ايه؟ تعني ان انا جبت الدواء دوت وحطيته في وعاء في كونتينر، الكونتينر دوت اللي احنا شايفينه حطيت فيه ميه وزيت اويل ووتر، دول الاثنين دول نوت امسبل مش هيدوبوا مع بعض، وارمي الدواء ده في الوعاء ده وبعد كده افصل الميه عن الزيت واشوف قد ايه من الدواء داب في الميه، رسم في الميه قد ايه داب في الليبيد واشوف النسبه بتاعتهم، الاقي الدواء ده داب منه 70% في الزيت و30% من الدواء داب في الميه، فاقول الليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن وزدراب 70%. يبقى عندنا لما اجي اتكلم لما اعرف الليبيد سولبيلتي بقاش بالليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن انا فهمت اللي هي ايه؟ الريشيو اوف ذا دراج كونسنتريشن زي ما احنا شايفين، ريشيو اوف ذا دراج كونسنتريشن الليبيد فيز اند ووتر فيز وين شيكن ان وان اميسابل ليبيد ووتر سيستم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النسبة ما بين النسبة اللي دابت في الليبيد والنسبة اللي قعدت في المية لما احطهم في الوعاء اللي انا بتكلم عليه هي دي الليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن، وعلى اساسها اقول الدواء ده 70% ليبيد سولبل، الدواء ده كويس يبقى يقدر يعدي باي سمبل ديفيوجن. طيب في كاركتيريا ثانيه موجوده في الدواء تحدد الدواء ده يبقى ابزوربد ازاي باي سمبل ديفيوجن. نمره اثنين عندنا حاجه اسمها الديجري اوف ايونيزيشن. الديجري اوف ايونيزيشن درجه تأيون الدواء. كل ما الدواء كان ايونايزد وعليه تشارج يبقى ليس ليبيد سولبل. الليبيد سولبل دراج دي خامله ما عليهاش تشارج خالص. يبقى الديجري اوف ايونيزيشن مهمه. يبقى الدواء عندي كل ما قلت الايونيزيشن بتاعته كل ما بقى مور ليبيد سولبل وكان بي ابزوربد. عشان كده نلاقي موست اوف ذا دراج معظم الادويه ايزر ويك اسيد اور ويك بيز. انا لو خدت الادويه عشان تبقى ابزوربد لازم تبقى الشحنة عليها قليلة، يبقى ما ينفعش يكون سترونج اسيد ولا سترونج بيز. موست اوف ذا دراج ايزر ويك اسيد اور ويك بيز زي ما احنا شايفينهم كده في الدياجرام اللي عندي دول، الويك اسيد والويك بيز اللي عليهم تشارج ما يعرفوش يعدوا، باين اللي عليهم تشارج ما يعرفوش يعدوا، اللي ما عليهمش تشارج هم اللي قدروا يعدوا باي سمبل ديفيوجن يخش جوه الخليه، اللي عليه تشارج ما عرفش يخش ويخش بيه. يبقى عندنا النون ايونايز دراج يبقى مور ليبت سولو، الكلام ده لازم نحفظه. كل ما زادت الديجري اوف ايونيزيشن كل ما قلت الليبت سولبيلتي اند فايس فيرسا. يبقى مهم جدا الكلام ده، النون ايونايز دراج مور ليبت سولبل دراج. طيب بنسها ايه؟ احنا عرفنا الليبت سولبيلتي بنسها بليبت ووتر بارتيشن كوفيشنت. كل الكلام دوت بيجي لنا لما تدخل تشوف الاسئله وتفر كده هتلاقي كل الكلام ده بيجي لك اسئله مهمه جدا. الديجري اوف ايونيزيشن بنقيسها بايه؟ الديجري اوف ايونيزيشن انا بدي دواء، الدواء ده بينزل في ميديا مش كده؟ هتاثر على الديجري اوف ايونيزيشن بتاعه. يعني انا اديت الدواء نزل في الاستومك، البي اتش بتاعت الاستومك ايه؟ اسيدك مش كده؟ يبقى لازم مهم جدا جدا يبقى الديجري اوف ايونيزيشن بتاع الدواء تعتمد على البي اتش اوف انفايرمنت. البي اتش اوف انفايرمنت مهمه جدا. يبقى مهم جدا لما ادي دواء ابقى عارف البي اتش بتاعت الانفايرمنت اللي انا حاطها له ايه. الدواء ده نازل الاستومك، نازل الانتستين، يبقى لازم اعرف البي اتش بتاع الانفايرمنت. هل بس البي اتش بتاعت الانفايرمنت والدواء نفسه ايه هو؟ الدواء نفسه كان عليه اسيدك ولا الكلاين وات ايفر عشان اعرف اذا كان هو عليه تشارج ولا لا. الديجري اوف ايونيزيشن بتاعته بعرف حاجه اسمها البي كي اي وسدراج، ودي بيجي لنا بقى عليها مسائل في الامتحان فلازم نعرفها ونحفظها كويس جدا. ايه هي البي كي اي وسدراج؟ دايما لو ما عرفناش الايكويشنز اللي انا هتكلم عليها
بنخسر سؤال في الامتحان، لان دايما يجي لنا سؤال الكلام اللي انا بتكلم فيه هو ده اللي هيجي لنا، هو ده اللي احنا بنتسال فيه. لو انت بتتابع دايما ندي انستراكشنز في المحاضره هي دي اللي بتجيب عليها الاسئله. لو انت متابع كويس تلاقي في الاخر انت مور ليس عرفت الحاجات المهمه، الحاجات المهمه دي اللي احنا بنستعملها. انا ما بسالك في الامتحان بعد كده لما تيجي تشوف لما تبقى في البوست ان شاء الله تعرف ان الكلام اللي انت اتسالت فيه هو ده اللي انت بتستعمله. فمهم جدا ابقى انا عارف الديجري اوف اورجنايزيشن بتاع الدوله. ليه مهم اعرف الديجري اوف اورجنايزيشن؟ ما هو مش فرق، لا فرق، لان انا قلت ان الدواء كل ما بقى ايونايزد هيبقى ليه ستيب سوربل يبقى نوت ابزوربل. طب في حاجه مهمه، انا بدي دواء وانا عارف ان الدواء ده ابزوربل من الاستومك، ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض. الدواء ده اسيدك والاستومك عندنا البي اتش بتاعتها هي اتكلمنا وقلنا ايه؟ اسيدك، يبقى هينزل الدواء هو اسيدك والميديا موجوده في الاستومك اسيدك، معناها ان الدواء دوت هيبقى نان ايونايزد، مش كده؟ هو في نفس المكان بتاعه يبقى مفيش ايونايزيشن هيحصل. طب انا حضرتي ما اناش فاهم كويس ان الديجري اوف ايونايزيشن دي مهمه وما اناش فاهم ان الدواء ده اسيدك، مش فاهم ان الدواء ده ابزوربت من الاستومك، والعيان انا كتبت له الدواء وجاي قال انا عندي شويه حموضه. سهله؟ سهله قوي ان انا اعالج الحموضه. ده انا اي حد يعالج الحموضه، مش كده ولا ايه؟ ده انا سالت جدتي ها؟ تقول لها اعمل ايه؟ تقول لي خد يا ابني دواء حموضه. ايه الدواء الحموضه ده؟ اللي هو انتاسيد. انتاسيد يعني دواء يعادل الاسيد اللي موجود في الاستومك. يبقى انا غيرت البي اتش بتاعت الاستومك. طب الدواء اللي انا وصفه له هينفع يبقى ابزوربت في الحاله دي؟ ها؟ مش هيبقى ابزوربت، يبقى انا ضيعت الفايده بتاع الدواء. عشان كده مهم جدا جدا الكلام اللي احنا بنقوله، مهم ان انا عارف البي اتش بتاع الدواء بتاعي والديجري اوف اورجنايزيشن. البي كي ايه اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي البي اتش بتاعت الميديا اللي فيها 50% من الدواء نون ايونايزد و 50% نون ايونايزد. يعني ندي مثال على كده، عندي البي اتش بتاعت الميديا اللي عندها نص الدواء يبقى نون ايونايزد ونص نون ايونايزد. وندي مثال على كده، الاسبرين عند 3.5 البي اتش 3.5 بيبقى نص نون ايونايزد ونص ايونايزد. عشان كده انا عندي البي اتش مهم جدا. لو انا الاستومك عندي البي اتش بتاعتها 4.5 ولا 5 معناها ان كل ما بقت في الحته دي كل ما نسبه النون ايونايزد بارت بقت اكتر، فبالطريقه دي الدواء ده كان بيه ابزورب احسن. عندنا معادله اسمها هندرسون هاسل باخس ايكويشن. هندرسون هاسل باخس ايكويشن دي بنحفظها، ده عباره بنستعملها علشان نعرف نسبه الدراجز ايونايزد فيها قد ايه. دي بنقول عليها لوجاريزم النون ايونايزد على ايونايزد بارت، بنحفظها تساوي البي كي اي ناقص البي اتش اوف ذا ميديم فور ويك اسيد. والويك بيز هي نفسها بس بنقلب بدل ما هو ايونايزد تحت يبقى الايونايزد فوق والنون ايونايزد تحت. دي معادله الراجل ده عشان يسهل لنا الدنيا عمل المعادله دي، وانا بحفظ النتيجه بتاعتها وعليها بشتغل. انا مش كل دواء هقعد اكتب له 1 2 3، لكن انا عارف انا البي كي اي بتاعته كام، بعرف الدواء ده ابزورب من الاستومك ولا الانتستين، محتاج المنيا يبقى شكلها ايه. ايه كلينيكال سيجنفكانس بقى للكلام اللي انا بقوله؟ تعالوا نعمل تطبيقات عشان نعرف الكلام ده مهم ولا لا. كلينيكال سيجنفكانس كده نعمل شويه اكسرسايز. تعالوا نشوف مع بعض. دي الاستومك، الميديا في الاستومك بتكون اسيدك. الاسبرين انا بدي الاسبرين البي اتش الاسبرين ده اسيدك، البي كي اي بتاعته 3.5، دخل الاستومك البي اتش بتاعت الاستومك بتاعتنا 5.5، الاسيدك البي اتش بتاعتها. اديت الدواء الاسبرين ده بقى نون ايونايزد بقى مور ليب سوربل ابزوربل من الاستومك عندنا زي ما احنا شايفين. ادي الاسبرين عندنا. تعالوا دواء تاني زي الامفيتامين. الامفيتامين ده ويك بيز دراج، ينزل الاستومك يلاقي الميديم اسيدك كان ممكن بيه ابزورب من الاستومك لما هيحصل له ايونيزيشن، ينزل على الانتستين يلاقي الميديا فيها الكلاين يبقى نون ايونايزد يبقى مور ليب سوربل يبقى كان بيه ابزورب. يبقى البي اتش هنا اثرت مهم، تاثير مهم جدا جدا.
ان انا ممكن انهانس الانزوربشن بتاع الاسيتيك دراج، ان انا اخلي الميديا في الاستومك تبقى اسيتيك وما اغيرهاش، انهانس الانزوربشن بتاع الالكلاين دراج ان انا اخلي الميديا في الانتستين الالكلاين وما اغيرهاش. لو انا عندي واحد عنده مشكله في الاستومك، تعالوا كده مع بعض، انا عندي ده عيان عنده جاسترايتس، عنده التهاب في المعده، وبكتب له دواء، بكتب له دواء ويك اسيد ولا ويك بيز؟ لو كتبت له ويك اسيد يبقى الدواء ده هيبقى ابزورب منين؟ من الاستومك. طب الاستومك تعبان فيها التهاب، يبقى الدواء ده هيأثر عليها ويتعبها، يبقى في الحاله دي بكتب دواء يكون ويك بيز عشان ما يبقاش ابزورب من الاستومك وما يرهقش الاستومك عندي وينزل في الانتستين، يبقى ابزورب في الانتستين. مهم جدا الموضوع ده. تاني حاجه عندنا، انا عندي الكدني اليورين بتاعنا احنا ايه البي اتش بتاع اليورين ايه؟ ها؟ سمعوني كده، البي اتش ايه؟ اسيدك. طيب انا اديت دواء، الدواء دوت عايزه يقعد تركيزه في الدم كتير، فات دواء اسيدك عشان يوصل لليورين يلاقي الميديا اسيدك، لما يحصل له اكسكريشن، لما الدواء يحصل له اكسكريشن وينزل لليورين يلاقي الميديا اسيدك في الكبني، ويحصل له ايه؟ يبقى نان ايونايز ويحصل له ريابسوربشن ويرجع الدم تاني. يبقى انا خليت الدواء يقعد في الجسم مده اطول واستفدت من الدواء. والعكس صحيح. تعالى كده، انا اديت دواء العيان والعيان قال لي الحق يا دكتور ده انا خدت اوفر دوز، يعني بدل ما اخد حبايتين خدت ثلاثه. يبقى انا عايز الدواء ده يحصل له ايه؟ عايز اعمل له وش من الجسم اخرجه بسرعه. طب الدواء ده كان اسيدك، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى اغير البي اتش بتاعت اليورين اخليها ايه؟ الكلاين. يبقى اقول للعيان في الحاله دي خد ايه؟ خد صوديوم بايكربونيت بسرعه، علشان الصوديوم بايكربونيت تخلي اليورين بتاعك الكلاين، تخليك تخرج الدواء من الجسم. فمهم جدا جدا الكلام ده. انا عندي دواء اسيدك عايز الجسم يمتصه ويبقى تركيزه عالي، اخلي اليورين مور اسيدك، اخلي العيان ياخد مع الدواء فيتامين سي. بعض الاحيان يروح العيان للدكتور يكتب له الدواء ويكتب له معاه فيتامين سي. طب يا دكتور انا ما عنديش نقص فيتامين سي ولا حاجه، انا كويس. لا، ده انا كاتبه لك عشان يخلي الميديا تبقى مور اسيدك، لان الدواء ده اسيدك، فده يساعد على امتصاص الدواء، يبقى انا ساعدت على امتصاص الدواء في الحاله دي. فالكلام ده مهم جدا ابقى عارفه، لان ده بيساعدني على زياده تركيز الدواء او قدره الجسم على التخلص من الدواء. ده مهم جدا. ما فيهاش اخرام، يبقى ما فيهاش بورصه.
يبقى اي دواء يعدي للمخ لازم الدواء ده يعدي منين؟ لازم يدوب في الليبت ويعدي. يبقى اي دواء يعدي للمخ لازم يكون ليبت سولوبل دراج، عشان كده بنسميه بلاند برين بارير. يبقى الحته دي مفيش حاجه تقدر تعدي فيها بايفلتريشن، دي بتعدي من البورس، تعتمد على الاسموتيك بريشر والبلاد فلو للاريا اللي موجوده عندنا. تعالوا بقى، انا عندي دواء، الدواء دوت تو لارج ان سايز، حجمه كبير يبقى ما يقدرش يعدي من البورس. نمره اتنين، عندي الدواء ده بور ليبت سولو، الدواء ده مش ليبت سولو. طب هيروح فين؟ يعدي ازاي؟ ما يعرفش يعدي باي سمبل ديفيوجن، يبقى يعدي بالايه بقى؟ بالفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هي الوسائل المساعده. يبقى الدواء ده لو كان حجمه كبير ومهوش ليبت سولوبل يبقى محتاج وسائل المساعده. وسائل المساعده اللي عندي اللي هي ايه؟ يا كارير يا انرجي، ده الاثنين مع بعض. يبقى دي وسائل المساعده اللي بتساعد الدواء ان هو يبقى سولوبل. يبقى الدواء عندي لو كان الدواء دوت مهوش ليبت سولوبل وحجمه كبير، يبقى في الحاله دي انا محتاج وسائل المساعده اللي هو الكارير، زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره. الكارير ده عباره عن ايه؟ اسمه ترانسبورتر. الكارير ده ترانسبورتر، المعديه بيتمسك في الدواء يشيله يدخله جوه الخليه. ليه اهميه الكارير ده؟ تعالوا كده نرجع مع بعض زمان قبل ما نعرف الكارير دوت. اديكم مثال شهير، كان العيان الدايابيتك دوت. دايابيتك يعني ايه؟ يعني عيان عنده ايه؟ عنده سكر. عنده السكر ده ليه؟ سيمبل، ان احنا عارفين سببه ايه؟ نقص ايه؟ نقص ايه؟ نقص الانسولين. احنا كنا عارفين كده زيكم بالظبط. طب نعالجه بايه؟ ندي العيان انسولين، او نخلي نحفز البنكرياس اللي يطلع انسولين. لقينا ان في بعض العيانين اسمهم انسولين ريزيستنت. يعني ايه؟ يعني بديله الانسولين وما زال البلاد جلوكوز بتاعه عالي. امال المشكله فين بقى؟ المشكله لقينا لما الدنيا اتطورت والعلم اتقدم، اكتشفوا ان نلاقي المشكله في الجلوكوز، حاجه اسمها الجلوكوز ترانسبورتر. الجلوكوز ده من الحاجات اللي هي ليست ليبت سولوبل وحجمها كبير، علشان تعدي محتاجه الكارير. الكارير ده اللي اسمه جلوكوز ترانسبورتر، اللي هو ترانس لوكيتد بروتين. الجلوكوز ترانسبورتر ده عباره عن بروتين يمسك في الجلوكوز يخليه ليبت سولوبل يعدي بيه من جدار الخليه. بعض الناس، ودي حالات ريب جدا، مشكلتها مش في الانسولين، مشكلتها انها عندها نقص في ايه؟ في الجلوكوز ترانسبورتر اللي هو الكارير اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى ادي الكارير، شفتوه عمل ايه؟ بص تاني، ادي الكارير مسك في الدواء اللي هو سايب الجلوكوز اللي احنا بنتكلم عليه، وراح مقلوب ودخل الدواء جوه، قدر يعدي من جدار الخليه. الدواء وانس دخل جوه فك من الترانسبورتر من الكارير، ويقدر يعمل الاكشن بتاعه. عشان الدواء يعدي باي كارير ميكانيزم لازم يعدي الوب كونسنتريشن جريدينت، يبقى الكاركتر بتاع الدراج باس باي فاسيليتيتد ديفيوجن. لازم عشان الدواء يعدي بالفاسيليتيتد ديفيوجن لازم يكون ايه؟ يبقى بنحفظ الكاركتر دي، لازم الدواء ده يباس كويس كونسنتريشن جريدينت، مهم جدا. ما هوش محتاج انرجي، لكن محتاج ايه في الحاله دي؟ محتاج الكارير اللي انا بتكلم عليه. ريكواير الكارير اللي انا بتكلم عليه. بيحصل ساتوريشن هنا، مجرد ان حصل ان الكارير بتاعي خلص بيحصل ساتوريشن، والدواء كان ممكن يأبسوربت في الحاله دي. الاكزامبل بتاعنا اللي بنحفظه ايه؟ الادويه اللي بتعدي من الكارير فاسيليتيتد ديفيوجن. عندنا المثال الشهير اللي بنحفظه اللي بتتسال عليه لو جالك في الام سي كيو، الاكزامبل بتاعنا اللي بنحفظه. نعم. نعم. لو الكارير اللي بيشيل الجلوكوز ده عباره عن بروتين، لو حصل له اكسبوجن يحصل ساتوريشن وما يبقاش يحصل ابسوربشن. تعالوا نشوف بقى الكارير ده عباره عن ايه عشان ناخد فكره عنه. ده عباره عن بروتين النيتشر، ده اسينشال فور انفلكس اوف ايونز. الكارير ده مهم في الانفلكس اوف ايونز اند انفلكس اوف توكسينز، مهم جدا. هنتكلم عليه ان ديتيلز لما نيجي نتكلم عن الدايابيتس ان شاء الله. طيب انا عندي الدواء دوت، الدواء دوت
محتوى حجمه كبير و against concentration gradient. يعني ايه against concentration gradient؟ يعني الدواء اللي هو عندي دواء تركيزه جوه اعلى من بره. ازاي الكلام ده؟ تعالوا ندي مثال. عندنا البنسلين لما بيوصل للكلى حصل له اكسكريشن في لينر تيوبولز، حصل له اكسكريشن بقى الكميه اللي موجوده جزء منه خرج بقى بره. طب ده ممكن يحصل له ريابسوربشن واشتغل تاني، لكن ستيل ان الاكسكريشن بقى جوه الخليه في كميه كبيره وجزء خرج بره. الجسم عايز يلم الكميه اللي خرجت بره يدخلها تاني، بيعمل حاجه اسمها اكتف ترانسبورت. يبقى الاكتف ترانسبورت عندنا دوت اهم حاجه فيه ان بيكون اجينست الكونسنتريشن جريدينت. يبقى الاكتف ترانسبورت في الباس اوف دراج ثرو ذا سيل ميمبرين بيكون هنا الاكتف ترانسبورت اجينست الكونسنتريشن جريدينت. اجينست الكونسنتريشن جريدينت يعني ايه؟ ده خارج القاعده تماما. انا اي دواء تركيزه بره يبقى اعلى من جوه لحد ما يعدي ويخش. امال امتى يبقى تركيزه مختلف؟ لو انا عايز اخد من جوه لبره في حتت معينه زي الكدني، لان الكدني بتعمل فلتريشن. طب الكدني ترجع الحاجه دي تاني ازاي؟ بالاكتف ترانسبورت اللي انا بتكلم عليه. الاكتف ترانسبورت ده اجينست كونسنتريشن جريدينت. لكن حاجه مهمه، اجينست كونسنتريشن جريدينت يعني ايه؟ يعني اللي جوه اعلى من اللي بره. التركيز جوه اعلى، يبقى انا عشان ادخله يبقى محتاج ازقه بايه؟ بطاقه. يبقى انا علشان ازق يعني زي ما كده مجرد عندنا ما شاء الله مليان وخمسه سته عايزين يخشوا يحتلوا ويقعدوا في المكان دوت وانتوا قاعدين، عشان يزقوكوا لازم وراهم طاقه جامده جدا، حاجه تدفعهم. هو ده الاكتف ترانسبورت اللي انا بتكلم عليه. هذا هو زي ما احنا شايفين. هنرجعها تاني ونشوف التركيز جوه. الدواء اهو تركيزه جوه اعلى من بره ثلاث اضعاف زي ما احنا شايفين. طب الدواء ده يعدي ازاي؟ جت الانرجي اللي احنا هنشوفها اللي هي الاي تي بي. الاي تي بي اللي هو مصدر الطاقه عندنا في الجسم، يدي طاقه للدواء، الدواء يتزق ويقدر يخش جوه. في عندنا اخر حاجه عندنا بيعدي بيها الدواء، اخر حاجه عندنا يعدي بيها الدواء يخش، ودي حاجات رير جدا، اكزامبلز محدوده، اللي هو زي ايه؟ زي الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 ده ابزوربت ازاي؟ بحاجه اسمها الاندوسيتوزيس. الاندوسيتوزيس دي الدواء يجي على سطح الخليه ويعمل بنش، يجي ضارب سطح الخليه، يخرم سطح الخليه، يعمل خرم، يعمل لنفسه قوم، يعمل لنفسه فتحه ويجي داخل انفاجينيشن كده، ويجي يزق 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 لحد ما يزق زي ما تجيب بالونه وتقعد تجيب حاجه تزق 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 لحد ما تيجي داخله. عملت انفاجينيشن راحت داخله. بعد كده لازم جدار الخليه يتلحم بالانرجي اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى الاندوسيتوزيس ده انرجي ديبندنت. انرجي ديبندنت محتاج طاقه، ده بيحصل في اللارج نيوكليوز زي الجارفلت انسايد ذا سيل، زي الفيتامين بي 12 عندنا زي ما هنشوف كده. ادي الخليه عندنا وادي الدواء اللي هو الفيتامين بي 12 زي ما احنا شايفين. بص نشوف بيعمل ايه؟ بيزق لحد ما دخل وراح جدار الخليه ملحوم تاني بالانرجي اللي احنا بنتكلم عليها. عرفنا البسج كلها بتاعت الباسج صدرات روزا سيل ميمبرين. يهمني جدا جدا ان انا عرفت السيمبل ديفوجن ده موست امبورتنت. اقدر اخد من الكلام دوت ملخص الكلام. السيمبل ديفوجن عرفت ان هو ده الموست امبورتنت ميثود اوف باسج اوف ذا دراج اكروس ذا سيل ميمبرين. موست اوف ذا دراج ابزوربد باي سيمبل ديفوجن. السيمبل ديفوجن بيعتمد على ايه؟ ان الدواء دوت بيكون باس ويز كونسنتريشن جريدينت. الدواء ده شود بي ليبل سوليبل. الدواء ده يكون نون ايونايزد. يبقى بالطريقه دي يقدر يعدي بالسيمبل ديفوجن. في عندي حاجه ثانيه، عندي بالفلتريشن وده ليست امبورتنت. بالفلتريشن بيعدي من البورز، يبقى لازم يكون حجمه صغير. عشان ايه كرايتيريا انه يعدي من البورز؟ لازم يكون سمول نوكلر سايز ويكون ووتر سولبل عشان يعدي من البورز. طب انا عندي الدواء حجمه اكبر وما يقدرش يعدي من البورز، يبقى يعدي ازاي وهو ليه ستيبل سولبل؟ ممكن بكارير.
كارير يخليه ليفل سوليبل زي الجلوكوز عندي، لكن الكارير دوت يحتاج كارير يكون دواء مع الكونسنتريشن جريدينت مهم جدا. طب زي ان احنا عندنا الدواء دوت عايز يعدي اجينست الكونسنتريشن جريدينت، وعندنا مثال في الكلي في الرينال تيوبولز بيعدي اجينست الكونسنتريشن جريدينت، يبقى في الحاله دي انا محتاج انرجي. الانرجي مهمه جدا عشان تقدر تزق في القليل تدخله في الكتير، يبقى انا محتاج انرجي. تعالوا نشوف بقى اخر حته عندنا النهارده اللي هو الابسوربشن والترانس. الكلام اللي انا اتكلمته ده كله اتكلمت فيه الديتيلز شويه عشان اقدر نفهمه، لان الحته دي طاف شويه زي ما بنقول. المدخل بتاعنا ده مهم جدا جدا. هنشوف كتاب الكلام اللي انا قلته هتلاقيه صفحه ونص مش كتير. اللي معاه في حد جاي بالكتاب؟ في حد معاه الكتاب؟ هنلاقي صفحه ونص تقريبا فيهم الكلمتين دول، يعني مش كتير عندنا. نتكلم بقى على ابزوربشن ودراجز. تعالوا نشوف مع بعض كده. موضوع بسيط جدا، نكرر باللي احنا بنقوله عشان كده قلنا ال 10 دقايق.
فاكتور ريليتد تو ذا دراج، انا عندي الدواء ده في حاجتين مهمين جدا ياثروا على الابزوربشن. اول حاجه فيه الفيزيكو كيميكال بروبرتس اوف ذا دراج، الفيزيكو كيميكال بروبرتس اوف ذا دراج مهمه جدا. تاني حاجه في الدواء مهمه تاثر على الابزوربشن الفارماسوتيكال فورم. يعني ايه الفارماسوتيكال فورم؟ الفارماسوتيكال فورم انا مدي الدواء ده للعيان على شكل تابلت ولا شكل سيرم، هارد كبسول ولا سوفت كبسول. احنا اول سيكشن عندنا هنشوفه عندنا لما نبدا الاسبوع الجاي ان شاء الله اللي هو الدوزج فورم، هنعرف الفرق بين الاشكال الدوائيه. الشكل الدوائي ده ياثر في الابسوربشن؟ ياثر جدا. انا لما ادي حبايه جامده تبقى ابسوربت ولا لما ادي حاجه ليكويد زي الميه كده؟ ليكويد طبعا، مش كده؟ فالشكل الدوائي ده مهم. طب ايه اللي بيخلينا نعمل الاشكال الدوائيه المختلفه؟ ده موضوع كبير هنتكلم عليه بالتفصيل. اول حاجه عندنا قلنا عندنا حاجتين في الدواء مهمين، الفيزيكو كيميكال بروبرتس بتاعته، وتاني حاجه الفارماسيوتيكال فورم. تعالوا نشوف الفيزيكو كيميكال بروبرتس. اول حاجه فيها الديجري اوف ايونيزيشن، مش هتكلم الديجري اوف ايونيزيشن. كل ما الدواء كان ليس ايونايز كل ما بقى مور ليفل سوربل كان بيها ابزوربل. يبقى انا عرفت اول حاجه الديجري اوف ايونيزيشن، كل ما زاد الايونيزيشن كل ما قل الابزوربشن زي ما انا شايف. كلام بقى تحصيل حاصل للكلام اللي احنا شرحناه. يبقى اول حاجه في الفيزيكو كيميكال بروبرتس الديجري اوف ايونيزيشن اللي احنا شايفينه. تاني حاجه عندي الديجري اوف سوربلتي، كل ما كان الدواء ليفل سوربل كل ما كان واضح طبعا ده مراجعه للكلام اللي احنا شرحناه، مراجعه طبعا ده تجميع المقدمه الاولانيه بنطبقها على الكلام ده. يبقى عندنا حاجتين مهمين جدا في الفيزيكو كيميكال بروبرتس لما اجي اتكلم على الدواء، لازم ابص على الدواء ده الديجري اوف ايونيزيشن بتاعته شكلها ايه، كل ما كان ليس ايونايز كل ما كان الدواء كان بيه ابزورب. كل ما كان الدواء ليفل سوربل كل ما كان الدواء دون بيتر ابزوربت. ده مهم جدا. في حاجه ثانيه، في حاجه عندنا مهمه جدا في الفيزيكو كيميكال بروبرتس، الكيميكال نيتشر بتاع الدواء، الفيزيكو كيميكال بروبرتس اوف ذا دراج فيها كيميكال نيتشر. الكيميكال نيتشر ده مهمه، ده مهمه جدا. ده انا عندي ايه؟ عندي الحديد عندي ان اورجانيك واورجانيك، ان اورجانيك اير واورجانيك اير. بدي ايه؟ بدي الان اورجانيك لان الان اورجانيك حجمه صغير فيبقى الابسوربشن المولكيولار سايز بتاعه اقل فيبقى الابسوربشن بتاعه احسن. يبقى الان اورجانيك اير از بيتر ابسوربت زي الاورجانيك اير. يبقى مهم جدا. في انواع من الحديد عندنا، فيتامين الحديد في منه انواع وفيها فرق في السعر. هو كله حديد وفرق في السعر، مش معنى ده اغلى، لان لما جم صنعوه خلوه ان اورجانيك بيتكلف اكتر عشان الابسوربشن بتاعه يبقى احسن. البالانس، البالانس بتاع مهم جدا، البالانس مهم جدا. عندنا الايرن برضه الايرن عندنا في فيرس سولت وفيريك سولت. الفيرس سولت بيتر ابسوربت زي الفيريك سولت. طب ده يدفعنا لايه؟ يدفعنا لما ادي عيان حديد لازم اخليه بشكل ايه؟ فيرس سولت. ازاي يبقى فيرس سولت؟ يبقى الميديم اسيدك. يبقى لازم ادي العيان ده مع الحديده اديله ايه؟ ايه اللي يخلي الميديم اسيدك؟ الفيتامين سي. برافو عليكم. يبقى مهم جدا جدا، يبقى مهم ان انا ادي فيتامين سي انكريز ابسوربشن فاير. مهم جدا. الحاجات المهمه جدا، انا ممكن اوصف دواء العيان وما يجيبش نتيجه، ممكن اوصف دواء بكميه قليله واجيب نتيجه احسن. طب تعالوا كده، انا بكتب فيتامين سي ليه؟ بكتب فيتامين سي عشان الحديد يبقى فيرس، يبقى الابسوربشن بتاعه اقل، الابسوربشن بتاعه يبقى اكتر احسن، يبقى اقدر ادي جرعه قليله. هل ده مهم؟ مهم ادي جرعه قليله من الحديد ولا ادي جرعه كبيره؟ الحديد من الحاجات اللي بتعمل اريتيشن في الاستومك، فكل ما قللت الجرعه كل ما ده كان بقى احسن للعيان. فانا لو ضفت مع الحديد فيتامين سي الابسوربشن هيبقى بيتر، يبقى ممكن اقلل الجرعه بتاعه الدواء. مهم جدا الكلام ده. الفارماسوتيكال فورم اللي انا بتكلم عليه، انا اتكلمت على الفيزيكو كيميكال بروبرتس، اتكلمت على الديجري اوف ايونيزيشن، اتكلمت على الليفل سوربيلتي، اتكلمت على الكيميكال نيتشر، واتكلمت على البالانس. كل الحاجات دي لازم اخد بالي منها
وانا بتكلم على الفاكتور افكتنج ابسوربشن الفاكتور اللي انت بتدرجه. تاني حاجه عندي الفارماسيوتيكال فورم بتاع الدواء، الدواء انسيوشن بتر ابسورب سسبنشن اوف تابلت، انسيوشن امتصاصه احسن من السسبنشن اوف تابلت. طب تعالوا كده نشوف مع بعض، كنا عملنا الادويه كلها سوليوشن لو كانت الحكايه كده، لكن انا في بعض الاحيان انا مش محتاج الدواء يمتص بسرعه، انا محتاج ياخد وقت. ياخد وقت ليه؟ انا عندي ادويه بيتر ابسوربت انها توصل للور بارت اوف سمول انتست، يبقى انا محتاج الدواء ياخد مسافه عشان يوصل للور بارت اوف سمول انتست. لو انا عامله ليكويد يبقى دايل، يبقى هيبقى ابسوربت من الابر بارت وخلاص مش كده؟ لكن لو انا عامله تابلت سوليد شويه هيبقى ابسوربت يوصل للمعده في الانتستين يبدا يدوب، على ما يوصل للور بارت يبقى داب خلاص بقى سولوبل، يتحول من تابلت باش فيبقى ابسوربت، يبقى وصل للمكان اللي هو الايدل بتاعه. يبقى ده مهم جدا. عندي حاجه ثانيه مهمه جدا جدا. انا في بعض الاحيان الدواء دوت الافكت بتاعه يقعد اربع خمس ساعات، فانا محتاج ادي الدواء ده كل اربع خمس ساعات. طب انا لو اديته تابلت، التابلت دي سوليد وبتدوب في اوقات مختلفه تقعد في التست وقت اطول، يبقى بدل ما ادي الدواء كل تلات اربع ساعات ادي الدواء دوت كل 12 ساعه، يبقى الدوزج فورم بتاع الدواء الشكل الدوائي مهم جدا جدا. لان انا عندي حاجه اسمها بيشنت كومبلاينس. بيشنت كومبلاينس يعني ايه؟ يعني انا لازم ادي العيان حاجه ما تبقاش مزعجه بالنسبه له. لو انا الدواء دوت بيبقى ابسورب بسرعه وينتهي مفعوله بسرعه، محتاج اديه كل 3 4 ساعات عمليه مزعجه للعيان. ففي الحاله دي اصنع الدواء بطريقه تبقى يدوب ببطء شويه، يبقى الابسوربشن بتاعه ياخد وقت شويه، يبقى هيقعد مسافه اطول، يبقى انا اقلل الفريكونسي اوف ادمنستريشن اوف ذا دراج. بدل ما ادي الدواء كل 3 4 ساعات، لا ده انا هديه كل 8 ساعات ولا كل 12 ساعه. اظن كده يبقى اريح للعيان. يبقى انا مهم جدا عندي، انا في بعض الاحيان بوصف للعيان دواء والعيان ما ياخدوش. ليه؟ لان ما فكرتش في البيشنت كومبلاينس، ما فكرتش في العيان ده ايه هو؟ شكله ايه؟ ياخد الدواء ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. لو انا جيت كتبت دواء للعيان لشخص، الشخص ده بيشتغل وركر مش في المكتب ولا حاجه، والدواء دوت قلنا السولوب احسن، ده بيمتص احسن، رحت كاتب له الدواء في ازازه قد كده ويتاخد كل اربع ساعات، ينفع ياخد الدواء ده معاه في الشغل؟ مش هينفع. لكن انا لو عملت منه فورم تابلت هارد شويه شريط حطه كيمو، اقول له خد حبايه الصبح لما تصحى واخر النهار خد حبايه، يبقى ده احسن ولا لا؟ يبقى مهم جدا جدا الكلام ده. تعالوا نشوف نفس الحكايه. انا عندي الدواء السيرم سهل وبتشرب بسهوله ومور كونفينينت تو ذا بيشنت. الاورال دوزج فورم از ذا موست كونفينينت روت اوف ادمنستريشن اوف ذا دراج. لما اقول لك خد الدواء بالفم اسهل حاجه. لكن تعالى عند طفل صغير نوت كوبرتيف، طفل مش كوبرتيف، واديله الدواء لطفل يرجعه، يبقى في الحاله دي ما ادورش خالص على الاورال، ما ادورش على السيرم، ادور على الريكتال دوزج فورم. عارفين الريكتال دوزج فورم اللي هي السابوزيتر اللي بوز، الاقي الام جايه يا دكتور لو سمحت اكتب لي البوسه الحائط. ليه؟ لان الطفل لما ياخد اورال مش هيستفيد. فالفارماسوتيكال فورم دي مهم جدا جدا في الابزوربشن. في الابزوربشن ده يعتمد على ايه؟ يعتمد العيان، حاله العيان، الظروف الصحيه بتاعته، فكل الفاكتورز دي مهمه. يبقى فاكتور اللي انتوا صدرج عندنا حاجتين، الفيزيوكيميكال بروبرتس والفارماسوتيكال فورم اللي هو الشكل الدوائي بتاع العيان. نشوفكم.